قضايا تعزيز التعاون الثنائي والمنطقة تتصدر محادثات الرئيس السيسي مع مدير الاستخبارات الأمريكية. محلب يؤكد على تعاون جميع الوزارات المعنية لإنقاذ بحيرة المنزلة من التعديات، والفريق مميش يؤكد على مشاركة هيئة قناة السويس في أعمال التطهير. إحالة أوراق 11 متهما في قضية مذبحة السيد بورسعيد إلى فضيلة المفتي، وتحديد 30 من مايو للنطق بالحكم على كافة المتهمين. ارتفاع أعداد قتل الحوثيين في جنوب اليمن إلى نحو 90 متمردا، والجامعة العربية تستضيف الأربعاء اجتماعا لرؤساء الأركان لتشكيل القوة العربية المشتركة. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، أهلا بكم في بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل من القاهرة، والبداية مع الزميلة دينا أبو الفتوح. شكرا لك عمرو، مرحبا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. تأكيد الرئيس السيسي جاء خلال لقائه في القاهرة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون بريتون بحضور السيد خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية. ومن جانبه أكد رئيس الاستخبارات الأمريكية على قوة العلاقات ومتانتها بين بلاده والقاهرة بما يخدم السلام في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء السيسي مع المسؤول الأمريكي الرفيع مناقشة تعزيز التعاون الثنائي واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد تم خلال اللقاء أيضا التأكيد على قوة وروابط الصداقة بين البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات بما يصب في صالح الشعبين المصري والأمريكي. حضر اللقاء من الجانب الأمريكي كل من المستشار الخاص لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لا يوجد بها أقلية مسيحية، وشدد سيادته أيضا على أن المسيحيين هم مواطنون مصريون لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات تجاه الوطن. تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لجاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة. وأشار الرئيس لأن مصر الجديدة تحرص على تقديم خطاب للإنسانية يعبر عن قيمة المشاركة والعدالة والتعاون وكذلك قبول الآخر. كما شدد الرئيس على أن عملية تصويب وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتم في إطار الدولة ومن جانب المتخصصين، ولا سيما الأزهر الشريف باعتباره منارة الإسلام والمسلمين والإسلام المعتدل. وقد أشار السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن كبير الأساقفة استهل اللقاء بتقديم خالص العزاء في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف المصريين في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي. هذا وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن زيارة رئيس أساقفة كنيسة كانتربري للأزهر الشريف تدعم التعاون بين أبناء الأديان في الشرق والغرب، خاصة بين الإسلام والمسيحية. جاء ذلك خلال استقبال الطيب لرئيس أساقفة كنيسة كانتربري والوفد المرافق له لبحث التعاون بين الجانبين في قضايا السلام العالمي، حيث أشاد رئيس الأساقفة بمكانة الأزهر الشريف باعتباره أقدم مؤسسة دينية وتعليمية كبيرة على مستوى العالم. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه يجري على قدم وساق تنفيذ المشروع القومي لإنقاذ بحيرة المنزلة من خلال مخطط شامل قائم على دراسة علمية جادة. وخلال اجتماع وزاري بمقر وزارة الري، شدد محلب على أن هذه الخطوة تتم بالتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية، وأشار إلى أن هناك تقدما إيجابيا يتحقق على أرض الواقع، وسوف يتم تدبير التمويل اللازم لاستكمال كافة مراحل المشروع من أجل إحياء البحيرة ووقف جميع التحديات والردو ومعامليات التلوث الناتجة عن إلقاء الصرف الصحي والصناعي والمخلفات. ده الاجتماع الثالث لمتابعة ما يحدث في بحيرة المنزلة. البحيرة زي ما انتم عارفين بتطل على ثلاث محافظات، أربع محافظات الحقيقة، الدقهلية، بورسعيد، ودمياط والشرقية. كان وصل التلوث إلى مرحلة إن البحيرة كانت تقريبا في مجالها إلى إنها كانت سرعة المياه الراكدة، كانت مياه راكدة تقريبا
الردم كان وصل إلى البحيرة، كانت ابتدت تتلاشى بالرغم أنها كانت من أهم البحيرات اللي كانت بتنتج الثروة السمكية. النهاردة تابعنا العمل متقدم، ولكن أهم حاجة أنها مبنية على دراسة علمية. ومن جانبه قال دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن تكلفة مشروع تنمية بحيرة المنزلة وتطهيرها تصل إلى 260 مليون جنيه، كما يجري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع بمعرفة وزارة المالية. وأضاف مغازي أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين بدلا من 3 أعوام. في نهاية 2015 تم طرح الدراسة كما أشار السيد رئيس الوزراء. هذه الدراسة العلمية تكلفتها في إنشاء هذا الحل بنسميه الحل العاجل بتكلفة 260 مليون، وأمر سيادة رئيس الوزراء بتوفير هذا الاعتماد بالتعاون مع وزارة التخطيط للانتهاء من هذا المشروع على 2 بدلا من 3 سنوات لإعادة الحياة لخمسين ألف فدان في بحيرة المنزلة كانت بتعاني من التدهور. ده بنسميه الحل العاجل. قال اللواء عبد اللبيب وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة. أشار لبيب إلى أنه تم التنسيق أيضا مع شرطة المسطحات المائية لإزالة التعديات وإنهاء الردم في بحيرة المنزلة. السادة المحافظين حداوة بالفعل نسقوا مع شرطة المسطحات المائية أيضا بالنسبة لعدم التعدي للردم في البحيرة. بالنسبة لمشكلة صرف الصحي والصرف الصناعي تم التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الإسكان بشرط أن احنا ننتهي بأسرع ما يمكن في متبقي 73 قرية للسوق على البحيرة. دول إن شاء الله هنحط لها برنامج. شديد الكرامة في أعمال تطوير بحيرة المنزلة والتي تجري حاليا، جاء ذلك خلال لقاء الفريق ماميش، حيث أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة ستقوم بالمشاركة وتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة في أعمال تطهير بحيرة المنزلة، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس ستسخر كافة الإمكانيات من أجل إنجاز تلك المهمة، وذلك لمواطني المحافظات المطلة على البحيرة في أسرع وقت ممكن. بدأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية جولة أوروبية تشمل هولندا وفرنسا. تناول الزيارة توضيح صحيح الإسلام وبناء جسور التعاون في إطار الجهود الحثيثة لدار الإفتاء المصرية لنشر الوعي في أوساط الجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم. هذا ومن المقرر أن تبدأ جولة المفتي بدولة هولندا، حيث سيلتقي بوزيري الخارجية والداخلية وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الهولندي. هذا يزور البابا تودروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أرمينيا على رأس وفد يضم عدد من الشخصيات العامة والجاليات الأرمنية في القاهرة. تأتي هذه الزيارة للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بمناسبة مرور 100 عام على جرائم إبادة الأرمن، وذلك على يد تركيا خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية. ويعد الوفد المصري ثاني أكبر وفد شعبي بعد الوفد الفرنسي يشارك في هذا الحدث المقرر أن يبدأ غدا ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، وذلك بحضور عدد من قادات العالم من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، فضلا عن وفود عربية تمثل عدة دول. هذا وإحياء لذكرى مذابح الأرمن تأتي في الوقت الذي يواصل الاتحاد الأوروبي ضغطه على تركيا للاعتراف بهذه الجريمة. ومن جانبها أعربت تركيا وأنقرة عن رفضها الاعتراف بهذه المذابح بدعوى أنها وقعت إبان الحرب العالمية الأولى. يمتلئ التاريخ الإنساني بمآس كثيرة دارت على العديد من شعوب الأرض، منها أزمة إبادة الأرمن على يد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى. وفي هذه الأيام تحل الذكرى المئوية بين الإقرار والإنكار، تحل الذكرى المئوية لمذابح الأرمن التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى منذ عام 1915 وحتى 1922 في عهد الإمبراطورية العثمانية، وسط تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة لصالح قرار يصف أحداث عام 1915 بالإبادة بحق الأرمن العثمانيين.
داعيا لاعتراف تركيا بتلك المذابح تمهيدا للمصالحة بين الشعبين، ما أثار غضب أنقرة التي ما زالت ترفض الاعتراف بارتكاب مذابح ضد الأرمن في هذه الفترة. ويستند الرفض التركي إلى أسباب منها دعم الأرمن في تلك الفترة للغزو الروسي على شرق الإمبراطورية وتعاونهم مع الروس حسب الرواية التركية. أما الأرمن فإنهم يتحدثون عن سياسة ممنهجة تضمنت القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري، وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين، ويقدر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن ما بين 1 و1.5 مليون نسمة. ويبدو أن الماضي أطل برأسه من جديد ليقف حائلا أمام الحلم التركي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فمحادثات الانضمام للكتلة الأوروبية توقفت بسبب الشكوك الأوروبية حول سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات في المجتمع المدني التي تطالب بها بروكسل. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم، حيث قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد إحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية مذبحة استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا. وقد حددت المحكمة جلسة 30 من مايو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين والبالغ عددهم 73 شخصا. كما قضت المحكمة بحظر النشر في هذه القضية على جميع وسائل الإعلام حتى النطق بالحكم. قتل أكثر من 80 شخصا في غارات جوية للتحالف العربي وفي مواجهات وقعت بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في عدة مدن جنوب البلاد. وقد أشارت مصادر محلية إلى أن غارات التحالف استهدفت معسكرا للجرداء ومقر اللواء 33 مدرع الموالي لأنصار الحوثي. هذا ويجتمع رؤساء أركان الدول الأعضاء في الجامعة العربية الأربعاء المقبل في القاهرة لبحث تشكيل قوة مشتركة. وقد أشار مصدر مقرر من الجامعة العربية لأنه تم من المقرر أن تعرض توصيات رؤساء الأركان على اجتماع مجلس الدفاع العربي والذي يضم وزراء دفاع ووزراء خارجية الدول الأعضاء. وكانت القمة العربية في نهاية شهر مارس الماضي المنعقدة في شرم الشيخ قد أصدرت قرارا بإنشاء قوة عربية مشتركة، ودعت رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال الشهر لبحث آليات التنفيذ والإنشاء بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة وبالتحديد بعد تفاقم الأزمة اليمنية. وإلى محافظة الأنبار العراقية، حيث أفاد مسؤولون أمنيون بأن الجيش نجح في تحرير منطقة البوفراج بمدينة الرمادي من أيدي مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. ومع تزايد حدة المعارك بالمحافظة أعلنت الأمم المتحدة أن التدهور الأمني في الأنبار أجبر أكثر من 90,000 شخص على النزوح للمحافظات المجاورة. والآن الأخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. وحنان الكولي مرحبا بك حنان، تفضل. شكرا لكم دينا وعمر. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما نيل وأبرز ما فيها. البورصة المصرية تخسر 2.9 مليار جنيه في مستهل تداولات الأسبوع، ومؤشرها الرئيس يهبط 1.37%. إلى التفاصيل، والبداية من البورصة المصرية والذي هبط مؤشرها الرئيس على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات الأحد. مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعا بعمليات بيع ملحوظة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية وسط أحجام تداول محدودة مع استمرار نقص السيولة وتراجع القوى الشرائية بالسوق.
هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه من قيمته، مسجلا 508.4 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغت 385.5 مليون جنيه. أكد وزير المالية هاني قدري أن السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة على المؤسسات الدولية. هذا وقد أكد وزير المالية أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة، يجرى حاليا العمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية نهاية الشهر المقبل. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيرادتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام المالي الجاري. وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية والمحافظات والتي تحتاج لوحدات معالجة، نظرا لصرفها الصناعي على النيل، والبدء فوريا في إعداد دراسة لتنفيذها، وذلك ضمن حملة حماية النيل من التلوث. كما طالب محلب بضرورة ضغط العمل في المشروع وأن يكون الانتهاء منه على مراحل، كما وجه أن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبحضور وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والري والزراعة والبيئة والبحث العلمية، إضافة إلى محافظتي بورسعيد ودمياط والدقهلية. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن الحديد المحلي لن يشهد أي ارتفاع في الأسعار نتيجة لفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح. وأكد الوزير أنه سيتم وضع آليات لمراقبة على الأسواق الداخلية لضمان عدم رفع الصناع لأسعار الحديد، مضيفا أن السوق المحلية قد شهدت دخول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد ما أثر على الصناعة المحلية. كان الوزير قد أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة 8% على واردات حديد التسليح لأغراض البناء لكل طن لمدة 3 سنوات تحرر تدريجيا سنويا. وصلنا مشاهدينا بذلك لختام هذه الوقفة الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، ودا مرة أخرى لمواصلة بانوراما نيل مع دينا وعمر. إليكم. شكرا لك يا حنان، وما زلنا نتواصل مع حضرتكم، حيث أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون انتهاء جولة المحادثات بالمغرب. وأشار ليون إلى أن هذه المحادثات ستستأنف بين أطراف الأزمة خلال أسبوعين، وأضاف أيضا أنه تم الانتهاء من الوثيقة السياسية وهي جاهزة بنسبة 80%، حيث وافقت عليها الأطراف الليبية، وبقي نحو 20% من النقاط لا تزال محل جدال بين القوى السياسية حتى الآن. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث بدأ اليوم وفد من حكومة التوافق الوطني زيارة إلى قطاع غزة لبحث إنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس. وقبيل توجه الوفد إلى غزة اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله صباح اليوم بالوفد الوزاري، حيث طلبهم بالعمل الجاد على إنجاز وحل الملفات العالقة في القطاع وبشكل خاص قضية الموظفين. كان عدد من الحمد لله بضرورة إنهاء هذه الأزمة حرصا على استمرار جهود المصالحة الوطنية.
ونتحول الآن إلى الأخبار الرياضية. دائما مع زميلة حنان عطف.